القطاع الخاص في تركيبة مملكة البحرين وتركيبة اقتصاد مملكة البحرين، القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للمواطنين، والعمل على دعم الأجور، على رفع الأجور، على زيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص هو عمل مستمر. وفي مملكة البحرين لله الحمد كان في آليات تم وضعها بالتشريعات على مر السنين، اليوم بإذن الله مع مجلسكم تم التوافق على أن نزيد من فعاليتها، نزيد من استطاعتها لتوصيل التدريب وتوصيل فرص العمل ودعم الأجور للمواطنين في القطاع الخاص بشكل أكبر. والتوافقات اللي تمت على رسوم العمل، اللي تمت على إطلاق برامج لدعم الأجور في عدد من المهن ونوسعها كذلك بشكل أكبر لتشمل أكبر شريحة ممكنة من الناس تصير دافع لهم أن يشتغلون في القطاع الخاص، وكذلك حتى استخدام فوائض من صندوق التعطل لصالح توظيف دعم توظيف المواطنين من خلال صندوق العمل تمكين كذلك تم التوافق عليه. لازم يصير تشريع منفصل عليه، نرجع لمجلسكم الموقر بهذا التشريع ليتم التوافق عليه لزيادة استطاعة صندوق العمل تمكين لخدمة الموظفين في القطاع الخاص، فعلا لجعل التوجه للقطاع الخاص وهو توجه لأكبر شريحة ممكنة من الناس. اليوم القطاع الخاص يوظف أكثر، اليوم القطاع الخاص هو اللي يخلق فرص عمل أكثر في الاقتصاد. هذه نتيجة ومؤشر للعمل اللي قاعد يتم في الاقتصاد الجيد اللي لازم ينعكس لصالح المواطنين.